الله وبركاته. كي دايرين؟ مزيانين هانيين. اليوم نقدم لكم غريبه ديال النخاله، كتجي زوينه صحيه مزيانه للامساك. ندوزو للمكونات. عندي 3 ديال الزيت ديال النخاله، حمرتها نخاله رقيقه كما كتشوفوا ماشي غليظه. عندي 3 ديال الخميرات، حبه ديال الفاني، زلافه كما كتشوفوا الكاوكاو حمرتو وهرمشتو شويه كما كتشوفوا. عندي كاس ديال الطحين ديال القمح نخالته، كاس ديال الجلجلان حتى هو حمرتهم، زلافه ديال الكوك، زلافه ديال سنيده، زلافه ديال الزيت. عندي 6 ديال البيضات، جوج البيضات حيت لهم الملح الابيض باش نزين به بسكر كلاصي. سكر كلاصي حتى هو زين، حتى نزينو به بسم الله. ندوزو للتحضير. بسم الله. سنيدة وفانيليا. شويه ديال الملحه. بسم الله. السكر مزيان باش طحن مزيان باش طلع لنا الغربه ديالنا تجي زوينه. تجي زوينه بزاف معلكه زوينه للفطور، كتجي حرشه زوينه للنعتاع زوينه، امساك زوينه. بسم الله. جربوها كتجي زوينه. زلافه ديال الكاوكاو مهرمش حتى هو محمر، زلافه ديال الكوك حتى هو، زلافه ديال عفوا كاس ديال الجلجلان. كاس ديال الطحين تاهو من خالتو. كتسري الحبات باش كطلع لنا تجي زوينه الغريبه ديالنا، مكتجيش لاصقه كتجي زوينه، كتشقو كتجي زوينه. بسم الله. النخاله ديرو حسب الخليط، كاين النخاله اللي كتشرب كاين النخاله ما كتشربش باش ما تغلطوش.
ما تقصحوهاش، خلوها شويه خفيفه. هادي الا قصحتوها كتجي يابسة. نزيدوها شويه كملنا ميزاننا، جبرناها جايه كنزيدو لها شويه وجبرناها هي هذيك صافي كنخليوها. خاصها تجي قاصحة، خاصها تجي خفيفة شوية. كيما هكا ما تخليوهاش قاصحة. صافي سليناها كما كتشوفو هانتو، ستبقى خفيفة. بعد ما جمعت العجينة ديالي غنبدا نكورها. ضربت البيض هنايا، ضربت مزيان باش ندير فيه المغربة ديالي. بسم الله بسم الله، ندير عاوتاني بسكر كلاصي، غادي نصاوب البيض ندير بسكر كلاصي. غنحط صويا الجاه الفوقاني كما كتشوفو، غنحط صويا الجاه الفوقاني. كتجي زوينة وخفيفة للفطور، كتجي هائلة. جربوها. كتجي العجينة خفيفة، متكونش العجينة قاصحة، كتجينا غريبة زوينة. بغي نكملو هادشي لي باقي لي، ندخلوها الفران، نديروها في جهة تحتية باش تشق لنا غريبة ديالنا وتجي زوينة. ملي تبغى شقات طلعوها تحتها الفوق، طيبكم وحيدوها. حتى نتلاقاو نتوما واجدة. ها الغريبة ديالنا وجدات، كتجي زوينة وكتجي معلكة كما كتشوفو، كتجي زوينة خفيفة. ونتمنى تنال اعجابكم وصحتكم وراحتكم.